السلام عليكم، يعطيك العافية جميعا. دفعة حياة، معكم زميلكم حسام الجار من النادي العلمي. اليوم حابين نشرح لكم موضوع الريزونانس. هو موضوع الأمانة، يعني متداخل شوية، فلا احنا بنحاول نسهله اكبر قدر ممكن. هسا يعني مش اول شيء، راح بس اعطي مثال توضيحي لشو ريزونانس. اغلبنا يعني عارفين شو هو، بس يعني انا بدي اركز اكثر شيء على طريقة الحل، يعني طريقة الحل السؤال تبع دائرة تبع ريزونانس. اول شيء نبلش ايش معنى ريزونانس. اول شيء ناخذ مثلا مركب ان NO3 ماينس، تمام. هسا بدنا نرسم له لويس ستراكشر. احنا بنعرف انه بنعرف نحسب الفالنس الكترونز للان 5 على ما اظن، والاو 6، 3 في 6 18، و5 23، وسالب 1 بنزيد، عفوا والشحنه سالبه بنزيد 1 24. هسه مش مختلفين هذا الموضوع. احنا نرسم الان بالطريقه اللي تعلمناها، بنحط او هنا او هنا او هنا، نعم، ونوزع زي هيك الكترونين، تمام. هي وزعت 6، ضل معي 18، بدي اشبع على الاطراف بالبدايه، بكل هاي كل واحده ناقصها 6، ما اختلفناش هاي مواضيع، هيك هاي ناقصها كل واحد 6، تمام، 100%. هيك خلصوا الكتروناتي. خلينا بس نحط الرابطه، ما فيش داعي نخليها هيك. هيك خلصوا الكتروناتي. هسه طب لما نيجي على النص بدي اشوف هل هي مشبع ولا لا. هي حواليها 6 فقط، اذا هنا بدها اشباع. طب ما ظل معي الكترونات اشبعها، اذا هنا زي ما اخذنا الحاله بدنا ايش؟ بدنا نعطيها احد الازواج غير الرابطه من احد يعني من احد الذرات الاطراف، ممكن نعطيها هذا، تمام، فبصير عندها 8. طيب مش ممكن مثلا انا اقول اعطيها هذا، تمام، نفس الشيء. طب مش ممكن برضو انا اعطيها هذا؟ اذا صار عندي هنا 3 احتمالات ممكنه لمركب لويس ستراكشر واحد. هذا هو ريزونانس، يعني اكثر من لويس ستراكشرز لمركب واحد. هسا اول شيء غنشوف شو فائدته، بس زي ما نقول يعني احنا ما بدنا نركز هاي الشغله، بس يعني عشان التوضيح. هسا لو نيجي ناخذ اول حاله، راح تنزل الالكترونين غير رابطات هون، راح يصير رابطه ثنائيه، هيك راح تشكل. طبعا انتبه للازواج غير رابطه هنا، تم، والهو او هنا 4 5، وهيك هنا 1 2 3 4 5 6. هسا لو نلاحظ انه هذا هو اول ايش؟ هذا اول رويس ستراكشر طلع معي، هذا هو اول ريزونانس، تمام. هسا مش عندنا حاله ثانيه؟ نعم عندنا حاله ثانيه، ممكن ننقل من هنا، تمام. طبعا يعني واحد ممكن يقول لي طب مش لو نقلنا من هذا الطرف، من هذا الطرف لهون نفسه من هذا الطرف؟ لا، بيختلف يعني مش بيختلف يعني هو بيختلف فقط، هيك الفكره، تمام. فبنعمل زي هيك، رابط الثنائي يتكون مره، هاي هون، هاي الاو هون، تمام، وهيك الاو هاي، طبعا عليها بعده، هاي بعده عليها 6. ليش بعده عليها 6؟ لانه ما نقلنا من شيء، ونفس الشيء بالنسبه لهاي 6 عليها، تمام. هاي ثاني لو ستراكشر محتمل، تمام. طب ممكن نعطي كمان احتمال، تمام، ممكن نعطي كمان رزونانس. طبعا هاي اشاره ريزونانس سهم متعاكس، تمام، ممكن نعطيها من هون، تمام، هيك بنقول، نعم، هيك 100%. وهاي هنا هيك. طبعا دائما بالريزونانس بنحاول ننتبه للالكترونات غير الرابطه، تمام، يعني انه عددهم زي هيك، يعني ننتبه انه كل يعني لما ننتبه انه كل ذره حواليها 8 بس، مش زياده، يعني بصير زياده ما بصير. هذا اخر احتمال، تمام، هذول هم الريزونانسز، تمام. بس عشان نوضح اخر فكره، يعني ليش المركب بيعمل هيك؟ يعني ليش ممكن يعمل زي هيك؟ هذا الامر بيساعدني بتوزيع الشحنه. كيف يعني؟ هسه بنقول مثلا بدنا نحسب لو جينا هون نحسب الفورمال تشارجز بهذا المركب. هسه بس هسه تمام، الان قديش الفورمال تشارج تبعها؟ مجموعة الخامسه ناقص عدد الروابط العميته 1 2 3 4 زائد فيش حواليها الكترونات رابطه صفر، اذا بيطلع هاي موجب 1، تمام، عفوا موجب 1 بيطلع الفورمال تشارج تبعها، بس نضيف لون 100%. الان هسه لو جينا نحسب للاو هنا، تمام، انا بقول لكم راح يطلع صفر. هسه بثبت كيف. الاو 6 ناقص عامل رابطتين زائد قديش انا عليه هذا الالكترونات غير رابطه 4، تمام، بيطلع معي صفر. هاي مش قلت لكم صفر؟ اما هنا لو جينا هنا لو حسبنا الاو هاي هنا 6 ناقص كم رابطه عامله؟ رابطه واحده، وكم الكترون غير كم الكترون مفرد حواليها؟ 6. 6 ناقص 7 سالب 1، طبعا هاي تشبه هاي سالب 1، تمام، 100%. هسا هذا وهذا هو توزيع الشحنات. بس قبل عن ما نتغلب، في قاعده بتقول دائما بالنسبه للان والاو بقدر بدون ما يعني بدون ما استخدم هاي القواعد، الاو اذا عامل رابطتين شحنتها صفر من دائما من الان،
إذا عاملة رابطة واحدة شحنتها موجب واحد. نفس الشيء بالنسبة ل نعم إذا نعم إذا عاملة رابطة نعم شحنتها موجب واحد. نفس الشيء بالنسبة للأن، إذا الأن عاملة ثلاث روابط شحنتها صفر. طب إذا منقصة رابطة، إذا منقصة رابطة حتكون شحنتها سالب واحد. طيب إذا زايد رابطة مثل هنا هي مفروض تعمل ثلاثة، عاملة أربعة حتكون شحنتها موجب واحد 100%. الآن لو نيجي هنا تمام على هذا الموضوع، هنا منقصة رابطة إذا نحط لها سالب واحد تمام، هنا هاي منقصة هاي عفوا هاي روابطها كاملة صفر، هنا منقصة رابطة سالب واحد بس هاي نعم، وهنا الآن عاملة رابطة زيادة موجب واحد تمام. لو نيجي نفس الشيء بالنسبة لهون، هاي هون شايف عليها رابطة واحدة فقط سالب واحد، إذن هاي برضو رابطة واحدة سالب واحد، هاي ولا هاي رابطتين إذن عدد رابطة كاملة صفر، وهاي موجب واحد تمام. شو استفدنا من هذا الكلام؟ هسه لو بنلاحظ إنه خلال الثلاث احتمالات توزيع الإلكترونات اختلف. كيف؟ مثلا عندي أنا كم إلكترون سالب؟ ننسى نفكنا من الإلكترون الموجب، الإلكترون الموجب ظل محله زي ما هو. الإلكترونات السالبة كم، أو عفوا الشحنات السالبة كم شحنة سالبة عندي؟ سالب اثنين، هاي وهاي او هاي وهاي او هاي وهاي 100%. هسه هذول السالب اثنين لو نلاحظ انه المركب الاول كان توزيعهن واحده هنا واحده هنا السالبه، المركب الثاني اختلف التوزيع واحده هنا واحده هنا، المركب الثالث اختلف صارت واحده هنا واحده هنا. اذا انا حرفيا هون الشحنتين السالب اثنين وزعتهن بثلاث طرق مختلفه، كاني وزعتهن على ثلاث ذرات، مره على هاي ومره على هاي ومره على هاي، فكل واحدة بتكون إيش؟ فكل واحدة بتكون أخذ هن ثلاث ذرات، كل واحدة بتكون أخذت ثلثين الشحنة. بس أنا هذا الكلام شو بهمني؟ أنا هذا الكلام بهمني إنه هاي أهمية الريزونانسز. الريزونانسز بيعملوا على إنه نوزع الشحنة. كيف يعني؟ مثلاً أنت عندك نفترض مثلاً مثال حلو شوال طحين. هسا شوال ثقيل كثير. هسا أنت عندك خيار بتزمه كامل مرة واحدة وبتتعب، أو بتوزعه على أكثر من يعني بتقسمه أكثر من قسم وبترتاح. نفس الشيء بالنسبة للمركب، مركب بكون وضع أكثر استابيليتي أكثر راحة تمام، يعني أقل طاقة بكون طاقته أقل لما يكن لما نعمل الريزونانسز أو لما يتوزع الشحنة. هسا حرفيا المركب الأخير بسموه بس عشان يعني لغايات عشان الشرح عشان نشمل الموضوع بسموه ريزونانس هايبريد. كيف الريزونانس هايبريد؟ المركب يعني مركب هو يعني نقدر نقول عنه الناتج تمام بالأخير تمام. هسا بنحط الأنزي هيك والأو والأو والأو. هسا احنا قلنا انه ايه طبعا هاي الروابط احاديه، قلنا ممكن رابطه ثنائيه من هنا فبننقطها، وعندنا احتمال ثاني رابطه ثنائيه من هنا فبننقطها، عندنا احتمال ثالث برضه رابطه ثنائيه من هنا فبننقطها تمام تمام. طبعا يعني بالغالب يعني للامانه بالغالب ما بسألوا زي هيك بس عشان نكون شاملين الموضوع. هسا عندي انا كم شحنه؟ طبعا هاي بالنص موجب واحد. انا عندي الان سالب اثنين زي ما قلنا توزعت على ثلاث ذرات تمام، فكل واحده كم اخذت حتكون؟ سالب اثنين توزعت على ثلاث ذرات حتكون واحدة، كل واحدة ما أخذ سالب اثنين على ثلاثة تمام. هاي بتأخذ سالب اثنين على ثلاثة سالب اثنين على ثلاثة سالب اثنين على ثلاثة 100%. هسا لو نجمع حنتأكد سالب اثنين على ثلاثة وسالب اثنين على ثلاثة وسالب اثنين على ثلاثة سالب ستة على ثلاثة سالب اثنين 100%. هذا هو الناتج. إذا هل بنلاحظون إنه الشحن السالب توزعت على ثلاث أجزاء أو على ثلاث على ثلاث بورشنز، وهذا الأمر ساهم لي بزيادة الاستابيليتي تمام. هذا بشكل عام الريزونانس يعني هو عبارة عن أكثر من لويس ستكتشر محتمل لمين؟ لنفس اللويس يعني لويس للمركب نفسه إلى أكثر من لويس ستكتشر محتمل تمام، ويتم فيه توزيع الشحنات على أكثر من ذرة. الآن هسا ما بدنا في مثال ثاني عليه اللي هو على إيش؟ بس خلينا نشوف مثال هنا اللي هو على CO3 ماينس. طبعا هنا CO3 ماينس 2 نعم بس ثانية نعم في مثال منطبق عليه CO3 عفوا -2 ممكن هذا ينطبق على المثال. هسا نفس الشيء بنعمل ومطلع المثال. طب هسا انا شو بهتم؟ احنا بنهتم بطريقه السؤال عليه بالامتحان. طريقه السؤال عليه بالامتحان بقول لك الاتي: which of the following احد الاتيه is a resonance structure، يعني هو عباره عن ريزونانس، بس انا صيغه السؤال مش حفظ يعني، is a resonance for بعضك مركب. مثلا خلينا نقول ال CH3C(O)-100%. هسا بدنا نقول كالاتي، نيجي هنا نعطي خيارات، مثلا نعطي واحد CH2 نكتب بس المثال OH O-، ممكن اثنين
ناخذ مثلا سي اتش 3 او او ماينس. ممكن ناخذ احتمال ثالث سي اتش 3 نعم سي او سي اوف ان او اتش 100%. هسا السؤال مين الريزونانس فيهم لهذا؟ هسا اذا نتبع القاعده القديمه راح ننعجق، راح نصير نقول والله راح نوزع وكذا، راح بدنا نضطر نرجع للو ستراكشر ونضطر نرسم ونحسب الفيلنس الكترونز. ليش هاي العجقه؟ انا بقول في قواعد بسيطه. هسا اولا متى بكون الستراكشر له ريزونانس؟ اذا كان المركب كل الروابط اللي فيه احاديه مستحيل يكون له ولا ريزونانس، بتقول له نو ريزونانسز يعني نان اوف ذا ابف. تمام. طب اذا المركب في رابطه ثنائيه او ثلاثيه تمام، هون بكون إلي ريزونانسز، يعني ممكن يكون إلي ريزونانسز. طيب كيف بتكون الريزونانسز الصحيحة؟ أول شيء فقط الريزونانسز هي بنقل موقع الرابطة الثنائية أو الثلاثية من دون تغيير أي شيء على المركب. يعني بنقل رابطة ثنائية من جهة لجهة من دون ما أغير ولا أي شيء لهون أو لهون، طبعا بعدنا بندرس الموضوع، بدون ما يصير أي تغيير على المركب. يعني مثلا بدي أنقل هاي الرابطة مثلا من هون لهون تمام، المركب اللي هون يكون نسخة طبق الأصل، المركب يطلع معي هون نسخة طبق الأصل عن هاي، لكن وين الفكرة؟ الفكرة أن الرابطة الثنائية متغير موقعها أو الثلاثية مثلا. تمام تمام. آخر شيء بدنا نتأكد، يعني هاي آخر خطوة بس نيجي نشوف، يعني لما نشوف أن الرابطة الثنائية أو الثلاثية منقولة بدنا نتأكد أنه الذرة، يعني هسه مثلا بدي أنقل أنا هاي لهون، نتأكد أن الذرة اللي صار عندها الرابطة الثنائية مش عاملة روابط أكثر من حد المسموح. كيف يعني؟ السي كم رابطة بتعمل؟ 4. بدي أتأكد أنه السي مثلا مش عاملة 5، إذا عاملة 5 خطأ. طبعا ممكن تكون عاملة أقل، نسأنا من الموضوع، أهم شيء ما تكونش عاملة أكثر من الحد المسموح. طبعا باستثناء مين؟ باستثناء الأن والأو. كيف يعني باستثناء الأن والأو؟ ممكن الأن تكون عاملة، هي مفروض تكون عاملة 3 بس ممكن تكون عاملة 4. نفس الشيء بالنسبة للأو، ممكن يكون الروابط حواليها أكثر. تمام 100%. فبنيجي بندرس الموضوع، نبحث بالخيارات. هسه هون عندي رابطة ثنائية، إذا ممكن إله ريزونانس ستراكشر. نعم رابطة ثنائية، إذا ممكن إله ريزونانس ستراكشر. ثاني شيء نشوف صار في نقل للرابطة الثنائية، نعم يا سلام. ثالث شيء طبعا إيش؟ هسه نشوف هل صار في طبعا سوري في موضوع بس فكرة نسيت أقولها، يعني غير بس إنه عدد غير بس إنه عدد الروابط اللي تكون عاملة حواليه، بس أعتذر إنه غابت عن بالي الفكرة، مش بس إنه عدد الروابط يتغير، يعني هو مثلاً CH2 مثلاً عامل مثلاً 1 2 3 4 تمام، لا لازم في شرط أخير. شو الشرط الأخير؟ إنه ما أنقل ذرات. شو يعني ما أنقل ذرات؟ ما إحنا قلنا بدي نقل رابطة ثنائية أو ثلاثية بدون ما أغير ولا شيء بالمركب. يعني مثلاً مش يكون CH3 وإنه مثلاً صاير CH2 انقل منه ذره اشطبها، او مثلا مش يكون مثلا ان او مثلا صير ان، ايوه يعني ممنوع اغير عليه شيء. زي يظل يعني انقل رابطه ثنائيه والمكان اللي قلت عليه رابطه ثنائيه يظل زي ما قبل بدون زياده عدد الروابط، بدون ما يتم نقل ذرات. لو نلاحظ بهذا المثال هنا نقلنا الرابطه الثنائيه طبعا من هون لهون تمام، لكن 100%. هسا هاي اول شغله. ثانيه بدنا نشوف هسا السي هون كم رابطه عامله؟ 1 2 3 4. طيب ظل عندي آخر شرط، شو هو؟ هل صار في نقل ذرات؟ نعم. واحد بقول لك كيف، قبل شوي كانت CH3، شو صارت؟ CH2. نقلنا هاي هون خطأ، إذن هذا مش ريزونانس. نبحث بالخيار الثاني. هسا شو صار عندي هنا؟ طبعا بالنسبة للفورمال تشارجز ممكن نتأكد منهم، يعني عادي مش هاي قصة. بالنسبة لهنا عندي رابطة ثنائية، ممتاز، تم نقلها تمام. هسا المكان نقلناه عليها زاد عدد الروابط عن حد مسموح، لا وبعدها رابطتين، ممتاز. طيب صار في نقل ذرات، هاي او قبل وهاي او بعد، اذا ما صار في نقل ذرات، اذا هذا هو الريزونانس. تمام 100%. هسا الثالثه عندكم لو نيجي نبحثها، نقلنا الرابطه الثنائيه من هون لهون تمام، كانت الرابطه الثنائيه هون نقلناها هون، لكن لو لا تمام، ثاني شيء لازم نختبره، هل صار في عندها عدد روابط اكثر من المسموح؟ واحدة ثنتين وعاملة ثلاثة مع الأتشات، 5 صار عندها. السي ممنوع يكون عندها 5 خطأ، إذا هذا مش ريزونانس. هاي هي القاعدة تمشي على كل الشغلات. وبنفس المثال ولو كان رابطة ثلاثية، في أمثلة هسه بنزلها ليكو على روابط ثلاثية، ولو كان رابطة ثلاثية نفس الموضوع برضه ما بيفرق. نعطي مثال ثاني وثالث عشان نعزز الفكرة. تمام الثانية تمام.
هسه هذا هنا. هسه السؤال ما بيجي هيك، لكن يعني مش هيجيك سؤالك انه الامتحان مش كتابي، لكن احنا بنحاول يعني بنحب انه دائما نشمل كل الافكار. هسه شو هذا مركب؟ نفكه، بس نحاول نفكه. معنا وقت بالامتحان، معنا ورقة وقلم، هيك اتش وعفوا هيك بس تمام. رابطه هون مع ايش؟ مع سي. لكن انتبه انه هون حاط لك انه الفورمال تشارج للسي موجب. شو يعني فورمال تشارج للسي موجب؟ تمام، موجب واحد نقدر نقول هذا الفورمال تشارج يساوي تمام القاعده تبعتها 4 ماينس كم رابطه مفروض تعمل، او عفوا كم رابطه الان بدي اشوف كم رابطه عامل الالكترونات، نقول اكس تمام ناقص معليها شكل الكترونات رابطه صفر تمام، بيطلع معي 4 ناقص اكس يساوي موجب واحد تمام، اكس يساوي موجب 5 تمام. هون بتطلع معي ايش؟ الاكس عامله 5 بس يعني لا ما بدي هيك اعرض الفكره بهاي الطريقه. خلص بما انه السي عندها يعني موجب واحد، اذا ايش؟ اذا ناقص عليها رابطه. خلص باختصار، بس ما بدنا يعني ندخل موضوع الحسابات زي هيك، ما بنعقد الموضوع. اذا هون السي كم عامله رابطه؟ فقط 3. كيف عرفت؟ لانه الفورمال تشارج بيتها موجبه تمام، اذا اكيد هي عامله بس 3 تمام. مثلا مثلا نثبت الموضوع، ايوه عشان بس ما يكون في خربطه، 4 ناقص اكيد عندها 3 روابط، هي صار موجب واحد تمام. مش مهم الان. هسه وهاي هون بالاخير سي اش 3. هسه بعدنا التركيب زي ما هو. هسه هل هذا بقدر اعمل منه ريزونانس؟ ممكن. كيف؟ بنقول في رابطه ثنائيه، ممتاز. هسه هاي الرابطه الثنائيه عندي هنا ممكن نقلها تمام، ممكن انقلها لهنا تمام. ولما انقلها لهنا بكون في عندي شرط ثاني، او خلينا نقول نحول السؤال صح وخطا افضل. لو نيجي نقول نحول السؤال صح وخطا، طبعا هذا السؤال من سلادات دكتور الأمان يعني تمام. واخر خيار عندي يمين، اخر خيار عندي تمام. مين فيهم ريزونانس لهذا المركب؟ اول شيء بدي اشوف انا عندي رابطه ثنائيه، ممتاز، اذا ممكن نقلها، اذا ممكن ريزونانسز. بعدين بدنا نشوف المركب اللي نقلنا فيه الرابطه الثنائيه بدون ما نغير ايه، بدون ما نغير عدد الروابط عفوا حوالين الذرات، وبدون ما نعمل نقل للذرات. نشوف اول خيار، ممتاز، هون نقلت رابطه ثنائيه من هون لهون تمام. ثاني خيار بدي اشوفه، هل المكان نقلت عليه الرابطه الثنائيه يعني هل صار في تغيير في عدد الروابط؟ 1 2 3 4 تمام، لا ما صار في تغيير في عدد الروابط تمام. ذا ظل عندي اخر خيار او اخر عفوا تفقد، بدي اشوف هل صار في نقل بالذرات. لو نلاحظ هون كانت قبل ايش؟ سي اتش 2، صارت هون سي اتش 3. احنا قلنا لازم يظل المركب زي ما هو، فقط نقل رابطه ثنائيه وثلاثيه، والمركب يظل نسخ لصق. اذا هون خطا لانه صار في نقل ذرات تمام، نعتذر. تمام، نيجي نناقش هذا الخيار 100%. هسه لو نيجي هنا عندنا هاي هنا صار في عندي رابطه ثنائيه فيها؟ لا، اذا خلاص هذا يعني هذا مستبعد دغري، دائما بجيب هيك خيار بعيد عن المالوف 100%. هسه اخر شيء عندنا هذا الخيار، بالغالب حيكون الصح انه اخر خيار يعني احنا عارفين، بس نيجي نشوف الان. صار في نقل للرابطه الثنائيه من هون لهون، تمام. اثنين، صار في تغيير في عدد الروابط المسموح، يعني صار في ذره كربون عليها زياده عن 4 روابط؟ لا، 1 2 هاي مثلا 1 2 3 4، هاي مثلا 1 2 3 4، هاي مثلا 1 2 3، عادي لو قلنا لو في نقص عادي 100%. اخر شيء ظل عندي اشوف هل صار في نقل ذرات؟ سي اتش 2 قبل نفس السي اتش 2 بعد، وهون الاتش قبل نفس الاتش بعد، ما نقلش ذرات، اذا هذا هو الريزونانس له تمام. طبعا هنا عشان للملاحظه، هسه واحد بقول لي كانت قبل هاي الموجب صح؟ بما انه عملنا ريزونانس احنا وزعنا الشحنه، حتصير هاي هون الموجبه. اثبت له هاي عندك كم الـ نحسب الفورمال تشارج للسي، السي مجموع الرابعه ناقص كم رابطه عامله؟ واحده ثنتين مع الاتش 3، حيطلع معي موجب واحد، اذا حرفيا هني وزعت الشحنه ما بين الجهتين تمام. اذا هذا ريزونانس وهيك تمام. نعطي كمان مثال،
عشان ندرس الفكره. هذا المثال طبعا فيه فكره 100%، بس خلينا نشوفه. هسه نيجي على CO3 minus 2 100%. نيجي على CO3 minus 2 اول شيء هسه بس خلينا يعني نعطيكم العمليه، بس مش حجيبه احنا بدي اعطيك سؤال ضع دائره، لكن خلينا نتدرب على الموضوع. CO3 minus 2 من المراجعه اللي هو structures C 4 والO 6 3 6 18 و 4 22 وسالب 2 الشحنه المتأين سالب 2 عفوا بنزيدها بصير 24 عندي. بنحط السي بالنص والاوات على الطرف 100%. الان بنحط هيك نوزعهم هذولا تمام، و 2 3 4 5 6 و 2 3 4 5 6 3 4 5 6 تمام. هيك وزعنا كل شيء. هسا لو نلاحظ زي ما قلنا قبل انه ذره الكربون المركزيه ظلت غير مشبعه، بدي نقول بدي احد الخيارات نقولها من هون وهون وهون، لكن احنا بدنا نسوي سؤال ضع دائره ونشوف تمام احد الاتيه ريزونانس لهذا الاستراكشر. بسم الله نبدا الان نقول ممكن هذا خيار ثاني وهم ننتبه للفورمال تشارج بس في فهم فكرة. تمام خيار ثالث نحطه يكون هيك تمام. آخر خيار نحطه ممكن مثلا يكون هيك تمام. الآن إيش نقول أو لا، وكمان خيار نضيف خلينا نشوف هنا تمام. أي الآتي ريزونانس لهذا المركب. هسا هذا المركب طبعا في رابطة ثنائية تمام. هسا بدنا في رابطة ثنائية إذا ممكن يطلع له ريزونانسز تمام. بدنا نشوف مين الرابط أو بدنا نشوف كيف بتم النقل أو نشوف مين ريزونانس له. هسا أول إشي نبلش بهذا المركب. هسا الرابطة الثنائية هنا ممتاز انتقلت 100%، لكن شو المشكلة بهذا المركب؟ صار عندي رابطة ثنائية ثانية خطأ، يعني مركب جديد ما إلنا في هذا، إذا أنا أستبعده مباشرة تمام. هون نفس الإشي كل رابط أحدية خطأ لأنه لازم يكون عندي رابطة ثنائية تمام. هذا مش ريزونانس لأنه عنده رابطة أحدية. هسا هذا شو ممكن يكون المشكلة بهذا المركب؟ يجي هذا المركب شو ممكن تكون المشكلة فيه؟ أو ممكن تكون في مشكلة أو ممكن لا. الآن عندي رابطة ثنائية ماشي تمام، تم نقلها مثلا من أي جهة ثانية 100%، وهل تم تغيير عدد الروابط؟ لا، الأو عامل رابطتين تمام تمام. هل يعني هل تم نقل ذرات؟ لا، إذا هذا ريزونانس ممتاز تمام. لكن في شغلة هنا يعني السؤال هذا أنا حطيته مش من فراغ، في فكرة هنا. لما يكون عندي لما تكون عندي شو بسموها البيرد الكترونز او النون بيرد الكترونز، الازواج الكترونات غير رابطه واضحه بالمركب، هون بدنا ننتبه للسؤال. بدنا ننتبه على السؤال ايش؟ انه زي ما قلت في بدايه الشرح لازم يكون الذره، يعني هاي قاعده عامه مثلا اكيد لازم تكون بشكل عام موجوده باي مركب، الذره لازم يكون حواليها 8 مش زياده تمام. فبنتبه الالكترونات 1 2 3 4 5 6 طبعا هاي الرابطه اللي فيها الكترونين 7 8 ممتاز تمام. هسه لو نيجي لهاي هنا، هنا صار عندي هون ما اجت اصلا الاتش خطا، هذا مش ريزونانس، لازم يكون طبع زيه ما في مشكله. نيجي لهذا هنا، طب واحد بقول لي هذا هنا نفسه هذا هنا، بقول له خطا. ليش؟ لو ننتبه هنا على عند الرابطه الثنائيه تقريبا نفس هذا المركب، لكن ننتبه على الالكترونات كم الكترون في هذا؟ 1 2 3 4 5 6 عفوا 5 6 7 8 9 10 9 10 الكترون صار حواليه. طب مسموح يكون في اي شيء بالدنيا حواليه 10 الكترونات؟ خطا تمام. اذا هاي هون وين المشكله كانت؟ كانت المشكله هون بعدد الالكترونات الموجوده. ايوه يعني هذا كيميائيا مستحيل عشان هيك تمام. نعطي مثال ندعم هاي الفكره. اذا شو قلنا؟ لما يكون المركبات واضحه فيهم الـ يعني الـ واضحه فيهم
النون بيرد الكترونز هون بدنا ننتبه لايش؟ ننتبه انه الذره ما عندها زياده عن 8 لانه مستقيل اصلا. فتمام اذا عندها زياده عن 8 مش ريزونانس هذا. لو كان يبدو انه ريزونانس لكن مش ريزونانس لانه هون يعني ممنوع اصلا تكون او مثلا او اي ذره حواليها اكثر من 8 بتخالف قاعده الاوكتيت اللي هو انه يكون. نيجي الان لاخر مثال عشان نرسخ الفكره تبعت اللي هي اخر فكره اخذناها على انه ما يكون في انبيرد الكترونز. هسه بالمثال بقول لك عندنا هذا المركب اي احدهم احد الاتي one of the following is a resonance structure لهذا المركب. كيف بدي اعرف الريزونانس ستراكشر؟ قلنا اول شيء عندي في رابطه ثنائيه ممتاز او ثلاثيه اذا ممكن يكون الريزونانس. لا ندور على المركب اللي ايش عشان احنا بنعيد الفكره عشان نترسخ. ندور على المركب اللي صار اللي في صار في نقل للرابطه الثنائيه والثلاثيه وما تغير عدد الروابط اللي بتعمله يعني ما زاد عن الحد. طبعا وحكينا في استثناء الان والاو تمام وكمان وما صار في نقل ذرات يعني تمام وما غير تمام ومن ننتبه للالكترونات غير الرابطه. يعني مركب الفوق تقريبا طبع نفس التحت مع الانتباه للالكترونات. خلينا نشوف الان هسه بالنسبه لهذا المركب هسه لو نلاحظ هسه شو المشكله بهذا المركب لو نقارنه مع الفوق كيف شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه نفس الفوق يعني مطابق له. طب كيف حيكون ريزونانس له؟ مش ريزونانس لانه نفس المركب هذا نفسه خطا مش ريزونانس. هسه نيجي هنا نشوف هسه تم نقل الرابط الثنائي من هون لهون بهاي الحاله تمام 100% لكن شو الفكره عندي تمام وما تم يعني وما تغير عدد الروابط نفس الشيء الاو بعد عام اثنتين حتى الاو استثنائي بشكل عام بس نقول هنا لكن وتمام وما صار في نقل ذرات الاتش 3 سي نفسه اتش 3 سي. لكن لو ننتبه هنا زي فكره السؤال الماضي ننتبه الالكترونات اللي حواليه زوجين واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة. طيب كل رابطة فيها ثنتين ستة وعندي رابطتين يعني اربعة ستة واربعة عشرة في ذرة حواليها عشرة خطأ اذا مش 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 هذا الريزونانس. نيجي هنا تم نقل الرابط الثنائي من هون لهون ممتاز لكنه تمام 100% بعدين لم يتم نقل ذرات ولا اشي تمام هاي اتش 3 سي بعد اتش 3 سي زي فوق. لكن لو نلاحظ هنا نضل هنا هسا المكان اللي نقلنا منه طلع على عدد الالكترونات فيه 1 2 3 4 5 6. طب شو وين ال 5 6 هاي الرابطه الثنائيه عباره عن الكترونين. طيب 6 الكترونات هسا هذا ممتاز هذا 8 ماشي حاله لكن هذا لما نقلت منه يعني نقص عدد الالكتروناته ممنوع يكون 6 لازم يكون 8 اذا مش ريزونانس هذا تمام. طب لو نيجي للاستراكشر هذا ليش مش ريزونانس؟ لانه ما تمش نقل الرابطه الثنائيه وبعدين غير هيك الاو هون شايف حواليها 1 2 3 4 5 6 فقط اذا خطا هاي. نيجي لاخر واحد هو اكيد راح يكون الصحيح بس خلينا ندرس كيف حالته. الان تم هون نقل الرابطه الثنائيه من جهه هاي للجهه هاي تمام بعدين ما تم تغيير عدد الروابط كله طبيعي ثنتين ثنتين. لم يتم نقل الذرات من مكان لمكان ممتاز لك واخر شيء عدد الالكترونات صح نعم هذا 1 2 3 4 5 6 تبعت بيت الرابطه الاولى 7 8 وهون بنفس الشيء 1 2 3 4 5 6 7 8 ما صار اذا ممتاز اذا هذا هو الريزونانس تمام. اذا هيك بنكون انهينا شرح الريزونانس اليوم. اليوم هسه في بعض الامثله على الروابط الثلاثيه الان ببعثها لكم تمام. ان شاء الله يكون الموضوع سهل ان شاء الله وبسطناه باكثر اكبر قدر ممكن. طبعا هاي الطريقه اللي حكينا عنها بالبدايه هنا بس عشان نفهم الموضوع بشكل عام لكن بس تضع دائره بنعتمد هاي الطريقه. شو هي الطريقه؟ بنعيدها اخر مره انه بشوف عن المركب اذا في رابطه ثنائيه وثلاثيه اذا ليه ريزونانسز لكن تمام كيف بتصير؟ بنقل الرابطه الثنائيه والثلاثيه من مكان لمكان بحيث انه المكان اللي انتقلت عليه الرابطه ما يتغيرش عدد الروابط الطبيعيه تمام. يعني مثلا السي ما يصيرش عندها خمسه يعني ما يتغير عدد الروابط الطبيعيه ويزيد عن الحد. مثلا السي ما يصير عندها خمسه طبعا بنستثني الان والاو ممكن الان يكون عندها اربعه يعني بهاي الطريقه عادي. بعدين وما يتم نقل ذرات يعني الذرات اللي فوق نفسها تحت مثلا فوق سي اتش 3 تحت نفس الشيء بعد سي اتش 3 ما يتم نقل ذرات من جهه لجهه. واخر شيء اذا كان في الالكترونات غير رابطه يعني بالسؤال يعني مدقق عليها هو بدنا ننتبه ايش؟ بدنا ننتبه انه عدد الالكترونات حوالين الذرات بعده طبيعي تمام يعني 8 تمام. هيك بس خلاص ان شاء الله انتهى الموضوع. اي حدا عنده اي سؤال يبعث لي انا جاهز على الماسنجر. هيك خلصنا الشرح. كان معكم زميلكم حسام الجعار من لفة حياة والسلام عليكم ورحمة الله.